طبعا عندك انت المشتقات النفطية تختلف كثافتها من مشتق الى اخر. انت بتحكي لازلت عن النفط الخام ولا عن المشتقات؟ لا بحكي عن المشتقات. عن المشتقات بنزين سولار. البنزين له بنزين 90 له كثافه, بنزين 95 له كثافه مختلفه, 98 له كثافه مختلفه, الديزل له كثافه مختلفه, والكاز له كثافه مختلفه. طبعا بالنسبه للفاقد هذا يعتمد على الكثافه. طبعا الكثافه كل ما خفت الماده كثافتها كل ما كان بخره اكثر إذا تعرضت للحرارة. نعم. هاي برضو كمان النقطة, إحنا أنا كإنسان فني ومتخصص في المادة هاي يعني أختلف معهم بنسبة البخر اللي محطوطة موجودة ثابتة تبخر. هم عاملينها ثابتة. هم عاملها ثابتة ضربة بقلوب بعضها. وصيف بالنسبة للبنزين. صيف شتاء كمان. بالنسبة للديزل. يعني بالرغم من الديزل والسولر هو نيجليتد يعني مهمل البخر تبعه, حاط لي 2% 2 في 10%, وهاي لما تضربها في الطن طبعا هو حاسبها على الطن. واشكاليته انه هو يبدا بالطن وينتهي لي باللتر, على اساس انت لما تيجي تحسب بتوه بترجع تعمل حسابات كمل بعدين انت بتشرح لنا اياها اكثر. النقل من العقبه الى محطات المحروقات هذا طبعا متغير حسب سعر الديزل, يعني بعطوا عطاء للتنكرات تنقل من العقبة ل خلينا نقول الماضونة, عطاء النقل من الماضونة بتوزع على محطات المحروقات. بيجيك فواقد النقل البري, صار عندي فاقد انا اول شيء ايش فواقد الزنا بحري كمان مهسه بده يحمله في تنكات هو من الماضونة بنشر مثلا, لا فواقد النقل التانك بتحمل على التبخر, يعني التبخر برضه بالتانك محمل على التبخر احتمال يكون في انا بمزح بعرف ليكيج. بس هو يعني التبخر جوه التانك خلال النقل. ايوه خلال النقل حلو. فبرضه هاي انا كمواطن اقول هاي مش مشكلتي انك انت مستاجر التانكات فيها تسريب غير تسريب او فيها مش معمول لها غير سيلينج مظبوط برضو كمان هاي فواقد النقل حاطة في بالمحروقة بالتنكات 0.15 هاي نفسها اللي بتشتغل عليها وزارة الطاقة. هاي معادلة وزارة الطاقة لك من كلام احنا بس نأكد للناس انه هاي نفس ابدا بتروح وزارة الطاقة بتلاقوا هاي تنكر بتحط اللي عليه فيه عنده اوبريشن 0.15% too much معناته التنك انا مهرهر بالعامية يعني بنحكيها. فواقد النقل البري حكيناها هسه السعر باب المصفاة. بيجي عندك أجور النقل والتوزيع, هاي 8 دينار للطن التنكات بتوزع على المحطات المحروقات في البلد. الفاقد من النقل للتوزيع هسه صار عندي كمان. فاقد ثالث يعني احنا عندنا ثلاث مراحل للتبخر. عندي فاقد في العقبة وعندي فاقد من العقبة لهون. أنا عندي ثلاث مراحل من التبخر بالضبط. وعندي من الماضونة للمحطة في كمان فاقد. طب نقولوها بالليل مش ما تتبخر. لا ما هو شوف يعني كميتك ما بتوصل صحيحة. الفاقد من النقل التوزيع 0.3% وكأني أنا فاتح التانك وماشي فيه. ضل عندك تبخر غير هذا. لسه نجي. طيب كمل. نجي. لأنه أنا بصراحة أول مرة بطلع على هاي يعني حاولت كثير لكني. عمولة الشركات التسويقية. نعم. التبخر والسيلان. كمان. هذا إحنا وصلنا إلى. هذا هاي أربعة. أربعة تبخر. صار عندك أربعة تبخرات. 0.5% وهذا لما تحولها للترات كمية كمية. هلا هو بلش يعكس سعر اللترات. ايوه هسه هو يعني شوف انا اتوقع هيك راح يكون تفسيره انه لما انا امد الهوز على لا 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 نقطه من هون تبخر من هون العامل, بس هاي مش دائما مش دائما. نعم صحيح. وحتى هذا خطا, وحتى لو مش خطا تشغيل يعني لازم مش حملها خطا تشغيل. شو ذنبي الناقل انت في عندك واحد ناقل ومعطيه 8 دنانير كبهت شيء بتتغرم طبعا ومش يظل ثابت على كل لتر يعني صحيح. عمولة محطات المحروقات هي حق للإنسان اللي بده الفاينل يوزر. وبعدين تجيك الضريبة الخاصة. هاي الضريبة الخاصة هدول هلا اتركني الضريبة الخاصة شيء ثاني. هدول البنود قديش بشكله من السعر؟ بدي أجيك أنا
هذولا بشكل يسيد العزيز على كل لتر رفلي من 10 قروش ل 20 قرش حسب المنتج. خلينا نقول 10 قروش الحد الأدنى على كل لتر. على كل لتر هذول ال 10 قروش مين بدفعهم؟ انت مواطن. انا انت المواطن. طيب كمل. هلا بدي اجي انا بالنسبه لبخر العقبه هذا. اول شيء اخوان الضريبه الخاصه اللي 45 و 37 على 90 و57 على 95. التخزين في سواء في العقبه ولا في الماضونه يخزن في في خزانات خاصه. نعم. هلا عندك اللي هو الكرود اويل اللي هو النفط الخام او البنزين 90 او 95، هذا يخزن في خزانات خاصه تسمى الفلوتينج هيد، يعني السقف تبعها عائم، يعني السقف يبقى على سطح السائل. نعم. البنزين عندي هيك، هذا السطح العائم تبعه يرتفع وينزل مع مستوى الوقود او المشتق النفطي في الخزان. ليش؟ حتى ما يصير تلامس بينه وبين الهواء من ناحية السيفتي، هذا أولا. تبخر. اثنين، يقلل نسبة التبخر من السطح. أنت كل ما زاد عندك السطح كل ما زادت نسبة التبخر. صحيح. هذه قاعدة علمية ما حد يقدر يجادل فيها. هسا بدي أقول أنا هذا متحرك، معناته في عندي فراغ على جدران التانك. في إشي اسمه الريم سيل. الريم سيل يعني تقريبا هذا كمان مشان يخفف التبخر من الجوانب. يعني بالنهاية التانك لما يبقى عندي فيه 340 طن ما راح يكون هذاك نسبة التبخر. بس بينما هم حاطينها ثابتة. ثابتة على طول. سواء في الصيف سواء في الشتاء عندي التبخر. أنا في الصيف أكثر. بتكون أكثر. الشتاء طبعا. الشتاء يعني نقلت، يعني ما راح تكون ذات قيمة. نعم. طيب أنا بدي أريحك شوي.